مخصصات زوجيه. طبعا هنا راح نستخدم الداله اف. اذا كانت الحاله الزوجيه اعزب راح يعطينا 0، واذا كان متزوج راح يعطينا 50. فنحدد هذه الخليه ونروح على الصيغ ونجي الى منطقي ومن ثم اف. عندنا هذه المعطيات الثلاثه. المعطى الاول اللي هو بفرضيه، راح نحدد هذه الخليه وراح نفرضها اعزب. راح نفرضها اعزب، طبعا مو شرط بكيفك، ممكن راح نفرضها متزوج. تساوي دبل كوتيشن مارك، و بداخل دبل كوتيشن، دبل كوتيشن اللي هي شفت وطاء، بداخلهن راح نختار متزوج. طبعا اذا كانت الفرضيه صحيحه، اذا كان فعلا متزوج راح يعطينا 50، واذا كانت الفرضيه لا، يعني هو مو متزوج، راح يعطينا 0. ومن ثم موافق، هنا انطاني 0. ليش؟ لان هو اعزب. جيد، عندي هنا الحاله الزوجيه، طبعا طلعت لي هنا لان عندي متزوج اعطاني 50 والاعزب اعطاني 0. مخصصات الاطفال، طبعا ممكن ايضا نجري الداله اف من خلال نحدد هذه الخليه، ومن منطقي اف نجي نحدد الفرضيه، نقول عدد الاطفال. راح نفرض مثلا عدد الاطفال اذا كان 0، اذا كانت عدد الاطفال تساوي 0 انطيني مخصصات 0 لان هو ما عنده اطفال. واذا كانت لا، يعني عدد الاطفال مو 0، شو تسوي لي؟ حدد لي هذا الرقم واضرب لي اياه. مثلا كل طفل راح يستلم 20، اضرب لي اياه في 20. بنجي على موافق، فاذا هنا 0 ما يستلم شيء، راح ينزل الى الاسفل. هنا انا عندي 4 اطفال في 20 80,000، 3 اطفال 60,000، وهكذا.